على فكرة عايز اقول لكم على حاجة، ودي حاجة مهمة. النهاردة انعقد المجمع المقدس في الكنيسة الغربية، كان الغرض من انعقاده هو الوقوف ضد الكنائس الغربية التي بعض الشواذ جنسيا في رتب الكهنوت، واخدين بالكم؟ وقالوا انهم رسموا اسقف من الشواذ، اعترف بانه شاذ جنسيا، ومع ذلك اتفقوا على الرسول واجتمع مجمع الاساقفه بتاعهم ووافق. انسان شاذ جنسيا، ازاي يقطع مذبح الله؟ ازاي يقدم ذبيح؟ ازاي يقود الشارع؟ ازاي يكون قدوه؟ فكان لا بد ان نذهب نحن للحق، ولا بد ان نعارض هذا الامر، وخصوصا لما بقت فضيحه تتنشر في المغرب، الناس يقولوا عليه مين؟ الشاذ جنسيا. ده كما قال السيد المسيح: إن كان النور الذي فيكم ظلاما فالظلام كم يكون. فلذلك اجتمعنا لكي نقف ضد هذا الأمر. نادين الشذوذ الجنسي، ونادين الرسامة التي للشباب، ومش بس كده. أنا القرار اللي خدناه في المجمع المقدس أهو، بعد كده إن شاء الله هدعو رؤساء الكنائس المصرية اللي موجودة في مصر من مختلف الطوائف عشان نقول قرار مماثل، ونرسل هذا أيضا مجلس الكنائس العربية ومجلس الكنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس أفريقيا ومجلس كنائس أمريكا، ولا تلك الكنيسة التي قررت هذا القرار، ونقف ضده. هذه المسألة. والمجمع الذي انعقد لم يكن فيه أي كلمة عن دير الإمبراطور، ده أمر اتفاق من فيه واتفاق رجالة وخلص الأمر.